اسم يتردد عالميا ويقرن دائما بريال مدريد، الى درجة انه سهم الاهلي الجديد وسام ابو علي وهو بيتكلم انا سمعت على الاهلي من خلال لقائه مع ريال مدريد. نشوف وسام ابو علي مع الكابتن شوبير. وانت هناك كنت عارف النادي الاهلي؟ هل كان عندك معرفة بالنادي الاهلي؟ انا بعرف الكورة وبعرف نادي الاهلي من كاس عالم الأندية. نعم. والحاجات لعبوا ماتش مع ريال مدريد من سنتين. والحاجات دي. ايوه. بس كبر النادي الاهلي. ايوه. والجمهور والحياه اللي بيكون بيعرف نادي الاهلي بريت مصر. نعم. تعال جرب جوه بقى. جوه مصر. نعم. وكون لعيب في نادي الاهلي. حته تانية يعني. حتة ده تانية. مقارنة الأهلي بأي فريق أوروبي لعب فيه سابقا تقول إيه؟ لا، نادي الأهلي أكبر نادي أنا شايفه بحياتي أنا يعني. نعم. وأنت داخل كنت خايف شوية من استقبال كولر من طريقته أو؟ الصراحة. أيوة. أنا ما كلمتوش قبل ما أجي خالص، بس أنا ما كنتش مفكر خايف من شيء ولا ما. أنا كنت فرحان بس. فرحان. فرحان يعني. يا ريت حدا يطلع المسجات بيني وبين النادي السويدي اللي كنت فيه. نعم. الضغط اللي انا حطيته على النادي لاوصل نادي الاهلي. على النادي هناك. على النادي هناك. النادي كان رافض ان انت تمشي؟ والله كان في اربع خمس نوادي فعلا. كان في نادي من هولندا كبير. ايوه. كان نادي ايه؟ اوتريخت. اوتريخت الهولندي. نعم. بس ويشهد امير توفيق. نعم. اول ما كلمت امير توفيق انا كنت في اجازه. ايوه. كنت مسافر مع اصحابي. كويس. كلمني، اتصلت بابوي. قلت له نادي الاهلي كده كده. قال لي نادي كبير وفرصه لك حلوه، بس اعمل اللي انت عايزه. جات كلمت امير توفيق، قلت له احنا هنمشي مع الاهلي. ايوه. ومن لما شهر 11 واحنا نضغط ونضغط ونضغط. فالحمد لله ربنا معانا وقاعدين هنا دلوقتي. تذكر ان انا لما حكيت انتقال وسام قلت لك ان امير لما تواصل مع الوكيل بتاعه جاءه الرد احنا خطوتنا الجايه عايزه تكون في اوروبا، وان وسام نفسه يروح اوروبا وفي انديه عايزاه. قلت له امير احكي له عن النادي الاهلي بس بالتفصيل، جمهوره، بطولاته، سيستمه، نظامه، مكانته، وعندك كلام كتير تقوله وعندك مستندات كتير توريها له. فرد عليا امير بعد يوم او اتنين، قال لي رد الفعل انا ما كنتش متوقعها بالشكل ده، 180 درجه كابتن عدلي، متحمس جدا دلوقتي نيجي النادي الاهلي. وقال لي سمع وعرف، وقال لي ان والده نصحه نيجي النادي الاهلي. وقال له اللي انت عايزه، عايز تروح بره روح بره، بس انا بنصحك بالنادي الاهلي. قلت له طيب، يطلع باسبور فلسطيني عشان انا عايز ايده كمصري. جاب لي ايه بقى؟ شهاده ميلاد طلعها فلسطيني وباسبور فلسطيني. قدمنا وسام لمصر وقدمناه لفلسطين وهو الان يمثل منتخب فلسطين.